انه تم تحويل ديال الساقيه من الجانب الاخر. ديال هاد الجهه هادي كل شيء سيطر على هاد المنطقه هادي حتى لهاد الجهه هادا. الامتعه باش كان تيمارس دوك الحفر ديالو هو فين مخبيين سميتو هادو الامتعه ديالو كتشوف باش تيمارس داك في المحرم ديك سميتو قالوا هذا زاد كامل هذا الحق لهذا راه زادو وداروا في السبيدو ديالو في الملكيه ديالو تيمارس فيه هذا النشاط ديالو اليومي. الساقيه راه هي فين كانت متجهه جهه لهذيك الجهه راه هي كامل على دوك الاملاك كاملين راه مابقاش عندهم ساقيه لانه حولها لهذ الجهه دار حول سميتو ديالو في هذه الجهه كما شد النخل اللي كان الاجتتات ديالو والحرق ديالو الكام ديال السميتو هذا هذا الشيء كامل هذا حق ديال المسجد. هاد النخل هذا اللي بقى راه اللي بقى من تقريبا ما يقرب على 50 ولا 60 نخلة ديال المسجد في هاد الملك هذا كامل اللي تحفر وراه باين كل شيء محفور ومجتت ومحروق كامل من لهيه تل إلى سميتو كان عامر بالنخل بسميتو ديال المسجد راهو كامل جزتو وحرقو ودار سميتو ديال ثلاثة ديال النخيلات هما اللي بقى اللي خلا مازال في سميتو ديال 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 الجامع الملك ديال الجامع. اللهم إنا نكر هذا كامل الحفر سميتو ديالو الحفر ديالو الحفيرة سميتو واحد الحفر اللي هو كبير ماشي حفر هذا تيحفر سميتو ديال جزت النخيل ديال الجزات ديال النخيل هذا بير الشيء كبير تيحفرو تيغطيه كنعرف نتخيل هاد الآليات وهاد سميتو اللي خدامين في هاد البير هذا صندا كيفاش تيتم تتم العملية ديالو باش يحفر وكيفاش تي عندك كامل هاد النخيل هذا اللي اجتتات و تي كم تحويل الساقية ديال الدوار الواحد اللي كانت دارتها السلطات الى سميتو الجزات وحولها لسميتو ديالو